أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: والدتي كبيرة في السن، وأسكن معها مع زوجتي، وهي تغار غيرة شديدة من زوجتي، وتحاول الاطلاع على الأسرار الزوجية ثم تبثها على بعض أخواتي، وهم كذلك يرغبون في ذلك. فأنا كلمتها عن هذا، فإذا كلمتها عن هذا غضبت علي وتهجرني وتغلق عليها غرفتها، ثم أتحبب إليها بالهدية. وفي الحقيقة إن هذه التصرفات وطول المدة جعلتني أجد في قلبي عليها، فأحيانا أغضب، وأحيانا لا أوافقها في بعض الأمور، وأحيانا أعصيها. فما توجيهكم لي؟ لا سيما قال: لا سيما أني ولله الحمد أعلم بالآيات والأحاديث في فضل البر، وهل يلحقني في تصرفاتي إثم؟ نوصيك بأمرين: الأمر الأول الصبر على والدتك وأنت ماجور إن شاء الله، وأحسن إليها، ولو أتاك منها ما تكره اصبر على هذا وأحسن إليها. الأمر الثاني أن تسكن زوجتك في مسكن آخر، ما دام بيحصل من الاجتماع في البيت مضار، فإنك تبحث عن سكن لزوجتك وتبعدها عن والدتك، ولعلها تنتهي المشكلة إن شاء الله. نعم.